وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم. مرحبا بك سعادة الوزير معنا في نشرة الثالثة. وبداية طبعا، افتتاح المدرستين الجديدتين يعتبر نجاحا لوزارة التربية والتعليم في تعزيز الاستثمار في التعليم في القطاع الخاص. ما هي أبرز جهود الوزارة في ذلك؟ نعم، أسأل الله مساءكم جميعا بكل خير. يعني اسمعني في البداية أن أشير إلى أن البحرين ولله الحمد تشهد بشكل مستمر مشاريع تعليمية في مختلف مناطق البحرين، وهناك حراك على مستوى هذه المشاريع بشكل كبير جدا بفضل الرعاية السامية من لدى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للعملية التعليمية، وأيضا المتابعة المستمرة من الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. اليوم نحن نشهد في كل فترة طبعا افتتاح أو تدشين لمشروع تعليمي، سواء كان في التعليم المبكر أو في التعليم الأساسي أو في التعليم العام والفني أو في التعليم العالي. واليوم تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبد الله بافتتاح مبنيين لمدرستين، إحداهما جديدة والأخرى مدرسة قديمة تفتتح مبنى جديدا، هو في نهاية المطاف يعتبر نجاحا لجهود وزارة التربية والتعليم في تنفيذ الأهداف الحكومية المتعلقة بالتوسع في الخدمات التعليمية. اليوم افتتاح مثل هذه المشاريع يؤكد على أن مملكة البحرين بمتابعة من الحكومة الموقرة تسعى بشكل مستمر إلى توفير الخيارات والفرص التعليمية لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. فوجود مثل هذه المدارس التي تستقطب أفضل الكفاءات التعليمية وتطبق أفضل المناهج الدولية من شأنه أن يوفر فرصا تعليمية عالية. فمن جانب وزارة التربية والتعليم تعمل على الارتقاء بمنظومة التعليم الحكومي، وفي نفس الوقت تعزز من منظومة التعليم في القطاع الخاص بما يعني يساعد على تكامل المنظومتين بشكل يدعم العملية التعليمية في مملكة البحرين. وبالتالي فإن هذه المشاريع لن تكون آخر المشاريع التعليمية، هناك الكثير من المشاريع التي تتابعها وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة المختصة ومن خلال القطاع المختص، سوف يثمر عنها في القريب العاجل افتتاح المزيد من المدارس، التوسع في المراحل الدراسية داخل المدارس، افتتاح المزيد من الحضانات ورياض الأطفال، وأيضا افتتاح المزيد من الجامعات والترخيص للمزيد من البرامج الأكاديمية. نعم، سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.